وصل إلى مطار النجف 2500 فلسطيني من أنصار حماس. راح يسوون مؤتمر عندهم؟ لا، للمشاركة في زيارة 40 قادمين من سوريا ولبنان، وتنقلهم عجلات الحشد من مطار النجف إلى كربلاء بضيافة الفصائل الولائية هناك. حياكم الله. هاي شو يسوون بيه؟ يجمعون العالم. إيش عندنا إحنا بالعراق؟ وقلكم جاي يجمعون العالم، يجيبون هاي العالم وإحنا بعدنا. هذا صحيح ولا هو صحيح؟ راح تنكتلون يا عرب، يلمون عليكم ذولي. غلط صارت عندنا بالملايين عمي. ولذلك لا حد يزعل من نحكي احنا، لانه خلاص ملينا وسلمنا اراضينا هاي كلها، سلمنا دولنا. الان شوف ايش راح يصير، ايش راح يصير ببلد المقدسات. انت تعرف ذولي الايرانيين على مين جايين؟ ذولي عمي جايين للغزوة الكبرى. انت سامع بالهرمقدون؟ الحرب هذه الكونية، الملحمة الكبرى يسمونها عند اليهود، ملحمة الكبرى. ليش الملحمة الكبرى؟ هل قد هم اليهود؟ هم يسوونها اليهود ولا يسوونها دولي؟ هذولي أولا مجرمين ولا هم مسلمين. هل التموا بالعراق؟ يعني أنت تتصور ذولي جايين للزيارة. شفت الزيارة شبيه الزيارة مثلا؟ شبيه طقوس لعبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد؟ لا، كلها كفريات وشركيات. هذا انتقام رب العالمين. أكو ناس يقول لك شو مسوين؟ كم مسوين؟ ولكم هذا اللي قاعد نشوفه تنقلون في الفيديوهات، هذا صحيح؟ ولما يصير شيء عليهم يقول لك نحن مسوين يا رب العالمين، احنا نتعبد. هذا كله غلط. الله ما راد هالشيء. اي قاعد تمشون على الحق؟ لا تمشون على الحق، والله ما حد يمس البلد. والله لو المسلمين والعرب على حق ما حد يقدر يمس بلدانهم، لانه على قلب واحد. شنو اللي خلاكم واحد يصير عدو الثاني؟ ليش؟ لانه احنا على باطل. لان الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المخلصين اللي اهل الحق. احنا بس واحد يغيظك اخلي يقول هذا كلب ابن الاج، انا على والدي اذبحه. تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لكن من اللي صار رب العالمين؟ قال احنا نركض ورا الدولار. تركنا رب العالمين، هو قد حذرنا من الشيطان، قال هاي اساليبه. لا احنا لانه ما نقرا قران يا اخي، عفنا القران وركضنا ورا. جيب كتاب فلان وجيب كتاب فلان، هي كلها متسوسة هاي. يعني انت تخلي رب العالمين بصفحة وتروح تدور شلون باللي قاعد يسوي الرسول؟ يعني هاي احاديث، هاي احاديث تدور على الرسول شو يسوي بالليل وشي يسوي بنسوانه وشي يسوي. أي هاي حديث يعني يا عمي؟ يمتى واحد شوي يصحى على نفسه ويقول خليني ما أترعب الله سبحانه وتعالى أقابله؟ شو أقابله؟ بيش أقابله؟ غير تكون صادق، صادق مع نفسك. أول مرة أصلح نفسك وغير ما بنفسك، وبعدين أنت تعال احكي لي بالشغلة.